نستقبل في دمشق في المتحف الوطني معرضا مميزا للغاية، معرضا من الفن التجريدي الراقي الذي تشكل فيه المسطحات الهندسية تعبيرا عن انفعالات الفنان، وهو فنان غير عادي، الفنان لويس دولينو، فنان برازيلي شهير، وهو ضمن قائمة من أفضل 100 فنان في العالم. سعداء جدا لوجوده، لأننا حريصون أولا على توتين أواصر التعاون مع الشعب البرازيلي الصديق والعزيز، والتبادل الثقافي فيما بيننا أمر مهم للغاية لزيادة التعارف. هذه هي العودة الصحيحة، عودة المتحف ليأخذ دوره الثقافي التربوي الصحيح في هذا الوسط الثقافي. ما شاهدناه هو مجموعة من المعارض كانت لأعمال يعني وطنية، أيضا للوحات وفنون كانت في مدخل المعرض، ثم عدنا لتأهيل هذه الصالة المهمة والمناسبة للمعارض التي تعنى بالفن الحديث، ونحن بدورنا نقدم كل دعم ممكن لوجستي لإنجاح هذا المعرض المهم. من أهم الفنانين بالعالم هو الفنان السوري بكل الاختصاصات وبكل المجالات، وهذا التحاور هو جدا مهم للحركة الفنية التشكيلية السورية. نحن اليوم بسيرياتيل من آمن بأهمية الفن وبأثره الإيجابي على المجتمع، لهيك نحن جزء من مسؤوليتنا المجتمعية وجزء من كونه سيرياتيل شركة وطنية عم نقدم كل الدعم وكل الرعاية لكل الأنشطة والفعاليات بالبلد يلي إلها علاقة بالفن وبتساهم ببناء حضارة البلد.